بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد أيها الأحبة السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم في ليلة من ليالي مكنون، وفي آخر ليالي مكنون، وليست آخر الخير، إنما الخير مقبل بمشيئة الله تعالى لهذه الجمعية المباركة ولهذه الأوقاف المباركة التي تعطي صفة الديمومة لهذه الأعمال الخيرية. أيها الأحبة، باسمكم واسم الزملاء في المركز نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين. يا مرحبا بك. وكذلك نرحب بالأستاذ عبد العزيز البريدي مدير الشؤون المالية. حياك الله أستاذ العزيز. يا مرحبا بك، حياك الله. ونرحب كذلك أيها الأحبة بالأستاذ الذي يبشرنا دائما وبمشيئة الله تعالى التحديث قائم من بداية هذه الليلة إلى نهاية إن شاء الله مع حبيبنا أبو ناصر الأستاذ سلطان بن ناصر العبد الجبار. أبو فيصل مدير إدارة العلاقات والاستثمار بجمعية مكنون. حياك الله. الله يحييك، الله يجزاك الخير. يا مرحبا أجركم. صاحب الابتسامة وصاحب البشارة دائما. جزاك الله. اليوم نبغى نسمع بشائر إن شاء الله بإذن الله. خير إن شاء الله. خير الله. نقدر نعرف آخر تحديث قبل بداية الليلة هذه؟ آخر تحديث كم؟ خليها شوية. طيب بمشيئة الله تعالى. حياكم الله شيخنا عبد الرحمن. الله يحييك. يا مرحبا، حياك الله. الله يسلمك. صاحب القصة الجميلة اللي في كل ليلة من ليالي مكنون. تحدثنا بداية عن هذه الشراكة المباركة ما بين جمعية مكنون وما بين قناة المجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. شكر الله لكم جميعا قناة المجد، شكر الله للمشاهدين، وشكر الله لجميع المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا بقية هذا الشهر المبارك وأن يبلغنا ليلة القدر، إنه على كل شيء قدير. وبهذه المناسبة السعيدة أسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا، وأحث نفسي وإخواني المشاهدين جميعا لاستثمار هذه الليالي المباركة بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والتسبيح والتهليل إلى غير ذلك من الأعمال الخيرية التي الجميع يعرفونها. ثم إنني أقول إن تاريخ الشراكات لهذه الجمعية مع كافة مؤسسات المجتمع قديمة جدا، ولنا شراكات مع المجتمع، كل المجتمع. أما ما يخص قناة المجد فأولا أشكرهم على ما يقدمونه من برامج قرآنية مفيدة للمجتمع. الحقيقة كان لنا شراكة منذ سنوات عدة، دخلنا في مواضيع الإقراء والحلقات القرآنية التي كانت تأتي إلى قناة المجد، يتم من خلالها تصحيح التلاوة الطلاب. أيضا كان هناك مسابقة تاج الوقار، جزاهم الله خير إخواننا وزملائنا في قناة المجد، الحقيقة يعني أظهروا هذه المسابقة بمظهر جميل جدا. وآخر شراكة تمت بين جمعية مكنون وقناة المجد مع بداية شهر ذي الحجة لعام 1437، كان هناك شراكة، كان هناك كلها الحمد والشكر يعني هدف للوقف القرآن، وقف مكة المكرمة. وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم السمعة الحسنة والطيبة لقناة المجد تفاعل الجمهور معها، ووصلنا إلى الهدف قبل نهاية الشراكة والله الحمد والشكر، وتقدمت أو زاد الهدف والله الحمد والشكر. والهدف كله يصب في وقف مكة المكرمة الذي اشترته جمعية مكنون ليكون رافد من روافد الخير والعطاء لهذه الجمعية. بعد ذلك دخلنا مع هذه القناة مع بداية شهر رمضان، وها نحن ننهي أو ننتهي في هذه الليلة المباركة من، لا أقول من الشراكة، لكن أقول من تحديد الموعد. أما الشراكة فهي مستمرة مع قناة المجد ومع بقية القنوات ومع المجتمع، لأننا نسعى إلى الخير وهم يسعون إلى الخير،
فالحمد لله رب العالمين تتلاقح هذا الخير مع ذاك الخير ويحصل خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يعين المسلمين جميعا وأن يوفق المسلمين جميعا. وأحب أن أقول أن جمعية مكنون وغيرها من جمعيات النفع العام في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية هي شراكة مع كافة المجتمع. وبهذه المناسبة اليوم كنت أوقع على الحقيقة الاستقطاعات الشهرية، فجاني استقطاع بعشرة ريالات، وقعت عشر ريالات ربع درهم سبق 100,000 درهم، وإذا أبي النموذج اللي بعده على 1,000 ريال، هذا استقطاع شهري، هذا يستقطع 10 وإذا 1,000 وشيء نسبي وكله خير وعلمه عند الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستقل أو يستكثر أبدا. قدم الذي تستطيع اللي ترتاح لنفسك، قدمه وستجده أمامك، تجده خير وسعة بال وسعة رزق وصلاح ذرية وصلاح صحة في بدنك وصحة في البيئة وصحة لمن حولك في هذه الدنيا وفي الآخرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، كما ورد أن الله سبحانه وتعالى يربي الصدقة بيمينه وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، كما يربي أحدكم فلوه حتى يصبح كالجبال العظيم، بل كجبال تهامة، وهو أمر في نظرنا بسيط ولكنه عند الله عظيم. بارك الله بك شيخنا. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبمن انضم معنا في هذه الليلة، أنتم مع ليالي مكنون، نرحب بمن انضم في قناة على قناة ماست المجد وكذلك بالتزامن مع قناة المجد العامة، والزملاء الأكارم معنا في هذه الليلة الجميلة، حياكم الله جميعا. يا مرحبا يا مرحبا. مبادرة النهاردة إن شاء الله. طيب حبيبنا غزي عنده مبادرة، ايش هي؟ طيب طبعا النهاردة آخر يوم إن شاء الله في برنامج المركز، لكن مش آخر يوم في الوقف، الوقف ما شاء الله احنا النهاردة إن شاء الله نعدي 5 مليون. المبادرة بتاعتنا كانت عبارة عن 15,000 سهم، السهم 1,000 ريال. صحيح مظبوط، يعني دلوقتي احنا تعدينا 5,000 سهم، باقي 10,000. تعلمت مظبوط، وممكن ازود باقي 10,000 سهم. انا عندي مبادرة النهاردة، احنا ان شاء الله داخلين على ايام عظيمة في رمضان وفيهم ليلة القدر، يا سلام. فان شاء الله ان شاء الله كل واحد فيكم، لو كل واحد كل يوم 10 ريال 20 ريال 30 ريال 50 ريال هو قاعد في البيت بيحول، ان شاء الله لحد اخر رمضان هيصادف لازم ليله القدر. صحيح مش كده مولانا؟ صحيح. لازم نحن لازم نتفعل. ان شاء الله هيبقى في يوم في صدقه لمكنون او لوقف وقف القران بمكه، هيصادف ليله القدر. وده بكم سنه مولانا؟ عملها بكم سنه؟ 83 سنه. يا سلام، 83 سنه من النهارده ان شاء الله تبداوا، كل واحد 10 20 على قد ما تقدر لحد اخر رمضان ان شاء الله، وربنا يكتب الاجر ان شاء الله. وبالمناسبه هذه سمحت لي شيخ، يعني حقيقه الاستاذ لفت نظرنا الى لفته جميله. حقيقه الاعمال الصالحه والاعمال الفاضله في طول السنه وبالاخص في العشر الاخيره من رمضان ليست مقتصره على فقط صلاه التهجد او قراءه القران. مظبوط، واسع امر الله واسع. فمثل ما تفضل، يعني خليك صدقات، وخص الليالي هذه خصها في الصدقات، خليك صلة رحم ولو عبر الهاتف أو غير ذلك، صدقة طعام الطعام أو غير ذلك. فالموضوع واسع جدا والحمد لله رب العالمين، هذه من نعم الله علينا سبحانه وتعالى أن ديننا دين واسع ومجالاته بسيط، وان الاجر مشاركة. عندنا مضاعف مضاعف، والذنب المعصيه غير مضاعف. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، مفيش مشقه كمان في البذل، يعني هو قاعد في البيت او في المسجد او في اي حته يبدا يتبرع. هذه خيريه عظيمه، هو ارجع لك يا سيف، هذه خيريه عظيمه، هي خيركم من تعلم القران وعلمه، يعني ان نشارك في هذه الخيريه العظيمه وفي الثمار اليانعه التابعه كلها لهذه الجمعيه المباركه، والطلبه بالالاف ما شاء الله تبارك الله خاتمين القران سنويا، ما شاء الله عندهم مسابقات في هذه الجمعية المباركة لحفاظ كتاب الله عز وجل. بالمناسبة يوم ذكرت نعم. الحفاظ وصلني من القسم النسوي قبل قليل رسالة ذكروا أن عدد الخاتمات في شهر شعبان تجاوز 420 طالبة تقريبا في شهر شعبان. لا قوة إلا بالله، يعني يا من كنت سبب، ربما أن, 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 أن إنسان بذل شيئا من ماله وكان سببا في حفظ القراءات،
واصل خذ راحتك. طيب احنا بعد بنعلن الفائز. الحقيقه البارح الليله الماضيه كنت في حفل بهيج في جمعيه تحفيظ القران الكريم في محافظه رماح، كان مرتب ومنظم ما شاء الله، تسمع قراءه القراء. المهم اعطونا رقم لهذه الدوره، الدوره الرمضانيه، وقالوا ان عدد الصفحات التي حفظت في هذه الدورة 1200 صفحة اللي حفظت، يعني اختبروهم فقط في منطقة رماح، في مدينة رماح والمراكز القريبة منها. فأنا جلست أحلل الرقم هذا وقلت إن الصفحة الواحدة من القرآن الكريم فيها قرابة 600 حرف، 600 في 1200 قرابة 720 ألف حرف. فقل إذا كنت، وكان أحد المحسنين جزاه الله خير هو الذي تكفل بهذه أو هو الداعم، أقول يعني قرئ 720 ألف حرف وبإذن الله تعالى له مثل الأجر من غير أن ينقص من أجور من تلا ومن أعان ومن بذل وغير ذلك. هذه بارك الله في شيخ، ترى انا قاعد احسب قبل شوي، شوف 720 الف ما شاء الله وليست قرابه انما هي 720 ما شاء الله تبارك الله، بارك الله. انا يوم اقول قرابه لان الصفحه تجي 600 وتزيد قليل، واحيانا بعد بعض القراء يزيد مثل يقول ولا الضالين ما يعده حرف واحد، المد يعده كم حرف. الله اكبر. نعم. أيها الأحبة، في ليالي مكنون أمس كان عندنا سؤال في هذه المسابقة، مسابقة ليالي مكنون، وعبرها الهاشتاج الذي أطلق من بداية هذه الليالي المباركة. الفائزة معنا في ليلة أمس، ليلة البارحة، تهاني بنت عيد بن محمد من تبوك، ألف مبروك يا الفائزة بهذا الجهاز وآخر جوال في هذه الليلة من ليالي مكنون. هنيئا لأختنا الكريمة، الله يوفقها. تستاهل ما شاء الله، يعني الهاشتاج يعني تقريبا يوميا ما شاء الله في الترند في مسابقة. كيف يصل هذا؟ ليالي مكنون هذا يوصلهم إن شاء الله بمشيئة الله تعالى عبر جمعية مكنون بإذن الله. طيب. بإذن الله. إحنا بنروح لحبيبنا صاحب البشارات الأستاذ سلطان أبو فيصل، حياك الله أستاذ سلطان. بداية نجحت المرحلة الأولى ما شاء الله تبارك الله، وهذا إنما يدل على حب الناس للخير. صحيح. وكذلك المرحلة الثانية، ونحن الآن في هذه المرحلة. صحيح. الثالثة. صحيح. كلمتك لمن أراد المساهمة في مرحلتنا الثالثة من جمعية مكنون. الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحييكم وأحيي جمهور قناة المجد، الجمهور الحبيب إلى قلبي كثيرا. اللهم لك الحمد والمنة. احنا كما ذكر أخي بدأنا في الحملة الأولى في ذي الحجة العام الماضي وحققت هدفها، ثم انتقلنا الحملة الثانية وأيضا لله الحمد والمنة حققنا هدفنا، وأيضا دخلنا في شهر رمضان ليتاح الفرصة لمحبي القرآن ومحبي هذه الجمعية ومحبي الخير أن يجدوا وقفا في مكة المكرمة لخدمة كتاب الله عز وجل وفي شهر رمضان. فكانت الفكرة أن يتاح الفرصة لمن أراد دعم هذا الوقف من خلال هذه القناة الطيبة الرائعة، قناة المجد، وجمهورها الذي عودنا كثيرا على دعمنا والمشاركة وحمل هذا الهم معنا. اللهم لك الحمد، احنا بدأنا من ليلة 2 من رمضان ونحن الآن في الليلة 19، وأبشركم ولله الحمد منا وصلنا أو تعدينا ولله الحمد منا رقم 5 ملايين ريال. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. اللهم لك الحمد، أكثر من 5000 سهم، والحملة مستمرة إلى نهاية شهر رمضان. وإن كان الدعم للوقف مستمر لأننا إلى الآن لم نغطي كامل قيمة الوقف، هذا هو هدف مرحلي لا أكثر ولا أقل، ثم ننتقل إلى مراحل أخرى بحول الله قوته. ونسأل الله عز وجل أن يوفق ويتقبل من كل من دعم وكل من ساهم. ومثل ما قال أخي غزي، حقيقة فعلا يعني هي ميسرة وسهلة، وهي فرصة ليالي عشر مباركة فيها ليلة خير من 1000 شهر. فهي فرصة أننا لو يعني الآن يعني التبرع سهل جدا، تستطيع من خلال التحويل المباشر، الجمعية تعلن حساباتها على الشاشة، وأيضا من خلال موقع إلكتروني للجمعية يستطيع، أو من خلال الاتصال على الهاتف الموحد يأخذ رقم الحساب الذي يريد من أي بنك من بنوك المملكة العربية السعودية. عندنا في كل بنوكنا العاملة حسابات رسمية متابعة، ما في أي إشكالية من الإشكاليات اللي قد بعض الناس يتخوف من التبرع. نقول هذا نظام ومصرح له وحسابات مفتوحة بشكل نظامي. اللهم تدخل على حسابك في البنك وتقوم بتحويل المبلغ اللي تريد، ولا تحقرن من المعروف
شيئا. الله 10 ريال 20 ريال 30 ريال مليون. الباب مليون ريال، نعم الباب مفتوح للجميع. وأؤكد وأنا سبق قلت يا أخوان، هذه الجمعية منكم وإليكم، أنتم جمهور المجد، أنتم أيها المجتمع الطيب، أبناءكم في حلقاتنا، وهذه الحلقات تحتاج دعمكم، ولا نستطيع أن نستمر في هذا العمل بالصورة المطلوبة بالجودة المطلوبة حتى نتقن هذا العمل إلا بتوفر الدعم المالي. وأفضل ما يحقق الاستمرارية في دعم مثل هذه الأعمال هي الأوقاف، بدون الأوقاف يكون العمل تحت مجال خطورة عالية، أنه في أي وقت ممكن يتوقف. وعندنا حالات حقيقة في السابق مدارس نسائية توقفت بسبب الدعم، الآن والله الحمد لله من المدارس النسائية بحول الله وقوته لن تتوقف. لماذا؟ لأن لديها وقف كامل، هو وقف برج الوردة، إيراده 16 مليون يصرف على رواتب 2000 معلمة. ما هناك الآن مدرسة في مدينة الرياض إلا وكفل فيها عدد من المعلمات مع مديرة المدرسة حتى نضمن استمرار المدرسة في أي حال من الأحوال، لأن الوقف موجود ولله الحمد، وإيراده يؤخذ سنويا ويصرف على هذه المدارس. تجربتنا في وقف مكة نفس الفكرة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لذلك بحول الله. يكفينا شرف جمعية مكنون في يوم من الأيام كانت تحت رعاية شخص محبوب لدى الجميع، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله وحفظه الله. هو في يوم من الأيام عندما كان أمير للرياض وكان يرعى هذه الجمعية وكان يرى أعماله، وإلى الآن هو يرى هذه الأعمال المباركة في هذه الجمعية. الآن نعود إلى شيخنا الشيخ عبد الرحمن. حبيبي لو تحدثنا أو قصة، طبعا نأخذ كبار التجار، طبعا يثقون كبار التجار يثقون بعمل جمعية مكنون لأنهم يرون هذا النتاج، ودائما ما يرسل لهم أعمال الجمعية من بداية السنة دائما يخرج عندكم تقرير سنوي لهذه الأعمال المباركة. ماذا عملت الجمعية حتى تنال هذه الثقة من كبار التجار الذين يساهمون في هذه الجمعية؟ استحب الحظ ملحوظة على كلام شيخنا أبو فيصل، يقول إلى محبي القرآن إلى المسلمين، ما أظن فيه مسلم في الكرة الأرضية صحيح إلا ويحب ويقدس هذا القرآن أبدا. صحيح. فوالله الحمد والشكر، هذه ميزة. أما موضوع الثقة، كيف حصلت هذه الجمعية على ثقة المحسنين وبالذات أصحاب رؤوس الأموال جزاهم الله خير، يعني بدون ذكر أسماء، نتجت من عدة أمور. الأول والكبير هو أن نعتبر أن من مؤسسي ومن داعمي ومن مشجعي ومن حاضني هذه الجمعية سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وحفظه الله. أنشئت الجمعية سنة 1386 وهو الراعي لها. والحقيقة أنا التحقت بالجمعية في وقت يعني متأخر عن النشأة، لكن كنا إذا حتى في المناسبات العامة يسأل عن الجمعية وعن احتفالاتها وعن فهذا الحقيقة يعني اهتمامه واحتضانه لهذه الجمعية جعل الناس يطمئنون إلى مسيرة هذه الجمعية. هذا أمر. الأمر الآخر موضوع الحقيقة التواصل، والتواصل العالي مع كل شرائح المجتمع وبالأخص مع النخب المالية إن صح التعبير. كان الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان رحمة الله عليه، وحضرت أنا معه سنين عديدة، نذهب إلى فلان من الناس من الداعمين فقط يذهب للسلام ويبشره بما حصلت عليه الجمعية أو بما وصلت عليه الجمعية وبعدد الخاتمين وهكذا. فالتواصل كان قوي جدا، وما زال أبشركم إلى الآن مع والله الحمد والشكر يعني رجال الأعمال ومع أيضا المسؤولين في الدولة وفقها الله ووفقهم جميعا. هذا أمر. الأمر آخر الحقيقة مناسبات الجمعية ندعو لها الجميع ونخص ويعني نخصص أحيانا وفي كثير من الأحيان نعمم، بمعنى فلان من الناس يرسل له خطاب موقع بيد رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعد محمد آل فريان الله يحفظه ويوفقه ويجزاه الجنة على ما يقوم به، ثم يذهب به أو يذهب به أحد يعني قادة الجمعية، إما
النائب إما المدير التنفيذي أو أحد الإخوان في الإدارة العليا للجمعية لإكرامه. نطلعهم على كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة واردة في الجمعية وبما يخص المال على الموازنات الميزانيات، وأيضا استشيرهم في مواضيع كثيرة منها الموازنات. هالبرج للأمان من الآن يعني هذا ما جاء محض صدفة أو فقط اجتهاد واحد أو اثنين، لا هذا استشير فيه من المختصين ومن رجال الأعمال إلى ما جعل الجمعية تطمئن وتضع يدها كما يقال في الماء البارد أن هذا المشروع بإذن الله تعالى ناجح 100%. وما ذاك إلا حقيقة من نتيجة التواصل بين الجمعية وبين رجال المجتمع. بالمناسبة الحقيقة الثقة هذه امتدت إلى النساء جزاهم الله خير، والجمعية أصبح فيها قسم نسوي تواصل مع النساء، والآن عمل مجلس جديد اسمه هو المجلس الشرفي النسائي، تتولى رئاسته حرم وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وحفظها وجزاهم الله خير. كل هذا نريد أن الجمعية أبدا كالقمر ليلة البدر، شيء واضح واضح، ما في شيء يقال أن هذا اجتهد فيه فلان أو فلان. وعندنا أيضا مكاتب استشارية كثيرة، وعندنا محامين، وعندنا الأخ الشيخ أبو عبد المحسن عبد العزيز البريدي أيضا متخصص في المال، ويمكن لو أشكيه الجمهور أقول ترى يتعبنا شوي، لكنه مرة ما شاء الله تبارك الله كما يقال يطلع الكحل من العين بدقته، وهذا حقيقة شيء مريح. مجلس الإدارة مرتاح، الرئيس الفخري صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أميرنا المحبوب أيضا والله الحمد الشكر يبدي دائما في المناسبات ارتياحه لأعمال الجمعية، وما ذاك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالجد والاجتهاد الذي انعكس للحقيقة وضع الجمعية يدها بيد هذا المجتمع الطيب الطاهر. بارك الله فيك شيخنا. أيها الأحبة المشاهدون، نحن مستمرون معكم في هذه الليلة من ليالي مكنون لنكمل هذا الوقف ونشارك في هذه الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاصل ثم نواصل معكم هذه الليلة الأخيرة من ليالي مكنون. كلمة هو لعبة وحكمة يشهدها واقعنا، نسعى نبغى الإنجاز، هذا هو الإيجاز، برنامجنا المركز. اللهم صل وسلم عليه يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تخيلوا لو نعلم 145 ألف طالب وطالب القرآن إما بالجهد أو بالمال. في ناس كثيرة ترى تدور الأجر، في ناس كثيرة تحاول أنها تسوي خير. تخيلوا كلنا نتشارك في فعل الخير، نخدم هذه الأمة لعنوانها أمة إقرأ. كنت في جدة ومكة قبل كم يوم، مكة تحديدا فيها جمعية مكنون الوقف القرآن الكريم، جمعوا بين فضل الزمان اللي هو شهر القرآن وأطهر البقاع اللي هي مكة. جمعية مكنون الوقف القرآن الكريم في مكة أطلقوا حملة في رمضان يجمعون فيها 15,000 سهم، جمعوا حتى الآن 3,000 سهم. أنا تبنيت 500 سهم عني وعنكم حبايبي متابعيني لدعم القرآن الكريم إن شاء الله في شهر رمضان اللي هو شهر القرآن. أتمنى كلنا نتعاون على فعل الخير ونساهم في هذا الوقف، لأنه في رمضان الأجر يتضاعف سواء بسهم واحد أو أكثر. وللي سألني ترى قيمة السهم 1,000 ريال. نسعى نبغى الإنجاز، هذا هو الإيجاز، برنامجنا المركز. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل، أنتم مع ليالي مكنون. نرحب بمن انضم إلينا من المشاهدين الكرام على قناة ماسة المجد وبالتزامن مع قناة المجد العامة. أيها الأحبة، الحديث يستمر عن هذه الخيرية التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا هذا الوقف وهذه الخيرية المباركة مع جمعية مكنون. الحديث يستمر لكن الشباب ما شاء الله، نرحب محمد الشمراني، رياض، هاني مقبل، الشباب الزملاء. سيف أنا قاطعتك قبل شوي، كان ودك تشاركنا بمشاركة، تفضل الكلمة لك يا سيف. نسيت يقول نسيت يا سيف خلاص؟ لا لا تفضل. طبعا أنا أشكر قناة المجد إن يعني خلتني أكون في هذا البرنامج، برنامج المركز، ويكون من برنامج المركز فقرة اسمها ليالي مكنون أكون سفير فيها. يعني رمضان صراحة يعني فعلا تغيير،
ورمضان هذا كان فعلا تغيير اني كنت سفير في ليالي مكنون. مشكورين صراحة على الجهود اللي يقوموا فيها، وانا والله جدا 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 مبسوط. وانا قاعد الشباب قاعدين يسولفوا زي كده، جات في خاطري كده فكرة، قلت لو الحين كل واحد يتابعنا يطلع سهم لجنودنا البواسل اللي في الحد الجنوبي، اللي ما قابلوا اهاليهم في خلال 19 يوم، هم قاعدين يحمونا واحنا قاعدين نفطر ونضحك ونسولف ونعي الله خير، وهم هناك في الحد الجنوبي قاعدين يصدوا عننا الخطر. فلو كل واحد من العائله طلع سهم واحد للناس اللي موجودين في الحد الجنوبي اللي قاعدين يحمونا من بدايه رمضان الى هذه اللحظه، احنا نكون بذلك والله العظيم اكتفينا اكتفاء عجيب جدا. الله اكبر، الله اكبر. هذه مبادره جدا جميله، وفي مبادره من الشيخ عبد الرحمن. تفضل شيخ عبد الرحمن. الحقيقه وان لاهلك عليك حق، صدقت. وبهذه المناسبه انا اعلن عني وعن أسرة الهذلول الأحياء والأموات بعشرة أسهم. ما شاء الله تبارك الله. كل من ينتسب لهذه الأسرة يناله بإذن الله تعالى من هذا الأجر. ومن هذا المنطلق الحقيقة أنا أدعو إخواني المشاهدين أن تبر بوالدك، ومن برك بأبيك أن تبر أباه، وهكذا إلى ما شاء الله. وأمك وأمها ووالدها وإخوانك وعشيرتك. فأقول هذه عشرة أسهم مني لعائلتنا المباركة وعوائل المسلمين كلها مباركة إن شاء الله تعالى. أيضا شيخنا أبو عبد المحسن الشيخ عبد العزيز البريدي، عنه وعن أسرة البريدي كم نقول أبو عبد المحسن؟ 10 ولا 20؟ 10 أسهم. فأنا أرى أن هذا بر عظيم وكبير، وإن شاء الله تعالى يبارك الله سبحانه وتعالى في الأسرة وفي أبنائها وبناتها وأعمالهم وأعمارهم وصحتهم وغير ذلك. ما شاء الله. إذن في حلقة اليوم في هذه الليلة في هذه الساعة 20 سهم، وأنا أعرف أن الخير منكم كثير وبمشيئة الله. وأنا وعدني أبو فيصل في ختام هذه الليلة وفي ختام هذه الساعة نسمع التحديث الأخير. أنجزنا الآن 5000 سهم، تبقى 10000 سهم ومستمرة، مستمر الإنجاز. نهاية الساعة هذه إن شاء الله أبو فيصل يعطينا التحديث الأخير، وإن شاء الله متفائل أقول باقي فقط 5000، يعني تروح 10000 سهم إن شاء الله. محمد الشمراني وهاني مقبل، عندكم مداخلة؟ أنا شد انتباهي الشيخ عبد الرحمن لما قال أسأل الله، دعا في الأخير قال أسأل الله أن يبارك في هذه الأسرة وأبنائها وإلى آخره، ولم يذكر ويبارك في المال، أنه يعرف أن المال يذهب ويأتي، ولكن كون المال إذا بورك فيه هو يتكاثر، لكن كان همه بركة هذه الأسرة المباركة وأبنائها وأحفاده. جزاكم الله خير، أسأل الله أن يقبل منكم جميعا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. رياض الخبران تفضل. بس على كلام الشيخ مذكر، ذكر الشيخ طلال الدوسري يوم جانا ذكرنا بالمبادرة الجد الرابع، ذكرتوها. نعم. يقول الجد الرابع يعني يمكن أنه منسي أو يعني ما حد يذكره، فأنا أحب أذكر فيه الآن مرة ثانية. مبادرة جميلة جدة أو الجد الرابع، الواحد ينزل عنهم أو ينزل يعني بأجرهم إن شاء الله بإذن الله لهم. أيضا أمس عجبت جدا بمبادرة الجناني ذكرها، وأنا أقولها من هنا لجميع الشركات، يمكن بحكم العلاقة مع بعض الشركات وكذا، واللي يسمعونا الآن يشاهدونا، هذا أو هذا تبادل المنافع المميز. شفنا أمس كيف أنهم وضعوا لجمعية مكنون مقر في الشركات وبدأوا يعرفون عليها، تبادل المنافع مع الجمعية بدوا يعرفون أو يصححون تلاوة الموظفين، يعني شراكة ناجحة دنيا وآخرة. فأنا أقول للشركات القطاع الخاص اللي يسمعنا الآن، يعني أنه بادروا للشراكة مثل جمعية مكنون، هذه الشراكة الناجحة بصراحة لهم ولأبناء موظفينهم. يعني الآن المهرجانات اللي نشوفها، وأنا شاركت في أغلبها وبعضها من الشركات القطاعات الخاصة، عندهم يقدمون شراكة مع جهات مثال تجارية ويضعونهم أقسام ويعرفون أبناء الموظفين بهذا، أنه هذا شريك معنا شريك نجاح، مثل جمعية مكنون وغيرها من الجمعيات. ويعني أشدد على جمعية مكنون هي الأولى بهذه الشراكة. وجميع القطاع الخاص اللي يسمعني الآن من إداريين أو يعني حتى لو موظف يمكن ينقل هذا الشيء لمديره الآن ويقترح الفكرة
ويكون في نفع كبير جدا. بس حبيت اذكر بهذه المبادره خير وبارك الله في اموالكم اعزائنا المشاهدون. معلش كثير مقاطعات هنا تسمع. احنا براحتك. انا الحقيقه اخذ سيره محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه وبارك يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم في الاضحيه: اللهم ان هذه عني وعن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني قطعا في أسرتك الفقير وفيهم من مات وهو صغير وفيهم وفيهم وفيهم، كونك أنت أيضا تشركهم هذا لا ينقص من أجرك شيء، وكما أسلفت إنه من البر، بل إنه من أعظم البر.